طب وتسجيل نقابة المحامين اللي تسجيل نقابة عنه؟ المحامين ده كلام كويس جدا. 1% 1% بحد اقصى 25,000 بس دي على الشاري، دي على عليكي انت الشاري. صح. دي 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 فيها مشكله على فكره بقى، وفي حكم محكمه قضاء الاداريه عليا قال ان هذه الضريبه غير قانونيه على فكره. يعني مش عايز زبائن المحامين يزعلوا، هي مفروضه سوري ازاي. هو نقابه المحامين عندها نص بتقول ايه؟ انك تحصل اي رسوم على اي، انت عارفه بتدفع ليه ولا لا؟ لا انا عايز اعرف ليه. اقول لك بتدفع ليه، لان القانون اشترط ان اي عقد قيمته بتزيد عن مبلغ معين، وكله ده هيزيد في المبالغ اللي هي من 20 و30 الف جنيه والقصه دي، وكل العقود بتاعتنا معديه الرقم ده تمام. وهرجع لك في حته، عارفه ليه لما تيجي تبيعي عربيه ب 200 الف جنيه بنعمل عقد في الشهر العقاري ونكتب 5000 جنيه ولا 10000 جنيه؟ ليه؟ عشان ما نروحش نعتمد من نقابه المحامين، عشان ما ندفعش الناس بالي، مش عشان ما اروحش مشوار واعتب انا بكتب في العقد كده وبتاع الشهر العقاري في السيارات يروح موافق. تمام. في العقارات لا يمكن تكتبي ب 20,000 شقه يعني، ما خلاص. فعشان محامي يصدق لك على العقد ده، القانون قال ايه؟ لازم محامي يصدق على العقد. حلو. جه المحامي يصدق على العقد، مين اللي يقول ان الاستاذ احمد فاروق ده محامي ومقيد وصدق على العقد؟ نقابة المحامين. نقابة المحامين عشان تحط لك ختم ان احمد فاروق محامي بتاخد منك الرسوم. طب ما انا معايا محامي بياخد اصلا مصاريف وبياخد معايا ملهاش ده اللي بتاخدها نقابة المحامين. بس في مصاريف تانية للمحامي اللي انا بوكله عشان البيع والشراء اللي هي الاتعاب. طب اقول لك على سر. ها؟ نقابة المحامين كانت اللي يروح تمام يعمل عندها عقد تمام تديله 40% من قيمته او 50% او 60 او 70. بعض النقابات كانت بترجع للمحامين، وكل نقابه فرعيه ترجع بطريقه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك رحتي جيتي قلتي لي تعالى يا عم احمد فاروق انت المحامي بتاعي امضي لي. طيب الرسم 2.5% اسف 1% 1% تمام. المليون جنيه عليه كام؟ هيبقى عليه 2000 جنيه تمام. لا 1000 ال 10000 جنيه. لا 10000 جنيه صح تمام. عارف انا لما اروح ادفع ال 10000 جنيه يطلع لي ورقه من نقابه المحامين ان انا دافع 10000 جنيه. عارف اللي بياخدوه مني حقيقي كام؟ 2500 ويديني 7.5. ليه بقى؟ هي كده دي علاقه بين المحامي والنقابه بتاعته. طب ما هي دي عليها يا استاذ احمد، ما هي دي عليها. ما انا بقول لك الموضوع ده غلط اصلا، انا متفق معاه. يعني الواحد دلوقتي ما هو في نقابات تدي 50 وفي نقابات 40. انا ايه اللي دخل نقابه المحامين؟ عشان بتختم لك ان واحد احمد عنده فاروق هو محامي مقيد عندها عشان العقد يسري. ده مقابل الختم. بتقول لك عشان يوقع على العقود. على العقود. لازم محامي يوقع على العقود. فتوقيع المحامي على العقد تمام، توقيع خلاص وقع عليه احمد بيه مثلا. هذا التوقيع هنعرف من انه هو مقيد في نقابه المحامين وانه محامي بجد. تروح تاخدي ختم نقابه المحامين ان بالبحث في الجداول وجدنا ان احمد فاروق مقيد. الختم ده بالواحد في الرسوم دي 25,000 جنيه بحد اقصى. حسب بقى بحد اقصى. ليه؟ لانك انت ممكن توصلي ل بتبيعي بحاجه ب 50 مليون جنيه لو خدت 1% تبقى لا خراب بيوت يعني. طبعا. لحد النهارده ده ساري على فكره. ما هو ده الساري بس المؤجل، مؤجل لحد نهايه العام. لا ده ساري ما تاجلش. لا النسبه دي الواحد في الواحد ساري يعني حاجه داخله من ضمن التصرفات العقاريه. لا 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 داخله بالتصرفات العقاريه على فكره. يعني النسبه الكليه كلها بتبقى قد ايه؟ ال 2.5% دي حاجه، 1% زياده، و1% حاجه، والرسم اللي انت دافعه حاجه. يبقى ده بالنسبه للتسجيل الرضائي. ايوه انا اقصد ان هو عندنا 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 الرسوم هتختلف في التسجيل الوضائي عن التسجيل صحه ونفاس. انا اتكلم فيها دلوقتي. لكن بتكلم ان هو ما ينفعش حد يدفع 1% من غير ما يدفع 2.5% من غير ما يدفع بقيه الرسوم. لا ممكن. على الشاري ودي ينفع. على البيع. دي يعني لو الدوله اصدرت تعليماتها. بتكلم في الوقت الحالي. ايوه لو الدوله النهارده اصدرت تعليماتها ما تحصلوش ال 2.5% وحصلوها من البايع. انا اللي بيعمل الاجراء مين دايما؟ المشتري. تمام. انا كمشتري اللي رايح اسجل حاجتي تمام، انا يبقى مش هدفع غير
يا 500 يا لغايه 2000 حسب المساحه اللي اتفقنا عليها. المصاريف اللي ولو خد مني في الرسم المساحه مبلغ ياخده ويخلص ويريح دماغي، وهروح دافع ال 1% نقابه المحامين. وبعد كده العقد نفسه الابيض اللي الاخضر ده اللي بيكتب عليه النموذج ده الورقه ب 100 جنيه، يعني لو انت كتبت لك ثلاث اربع ورقات ب 300 400 جنيه. هو ده الرسوم على فكره، عشان بس ما حدش يفتي في الرسوم اكتر من كده. دي الرسوم الشهر العقاري الرضائي.